استعمل الاعلام ونقل اليونسكو والمشرف على المشروع مشروع اعاده اعمار الجامع الكبير. الثقافه نقصد فيها التراث المحسوس والملموس، المحسوس اللي هو الاثار والمخطوطات الامنيه التراثيه، والاستاذ سعود العبري اللي هو المعماري اللي اشتغل التصميم الحالي، والجلسه الثانيه اللي هي استهداف المشروع اللي نحن نسميها يعني انا بنفسي وموجوده البرزنتيشن يعني العرض عرضوها في اجتماع. بدينا نشتغل لجنه التحكيم، حقيقه جانب التحكيم كان جانب مهني تمام. ونبتعد عن المناكفات وعن المسجلات وتمشي الامور كما هي. يعني نظرت اليونسكو قالت كل موصل سكن الموصل يوما ما من حقه ان يفتي رايه. ظهرت قسم من الـ من الـ من الاراء اللي تقول انه هذا يختلف عن الطراز الموصلي او ما يختلف. لجنه التحكيم ومنظمه اليونسكو بالذات ثبتت ملاحظه انه هذا التصميم لازم انه يرجع يعاد النظر في قسم من مفرداته، وضمن شروط نحن شروط منظمه اليونسكو انه التصميم المقدم هو تصميم اولي، والتصاميم التفصيليه لا تعد إلا بعد أن يقدم المصمم الفائز شراكة مع مصمم موصلي من مدينة الموصل، يكون شركة أو مكتب أو حتى مهندسين معماريين ليقدموا أفضل التصاميم التفصيلية للمشروع. كان هناك حقيقة إجابات على كثير من الأسئلة والتحفظات اللي أثيرت في مواقع التواصل عن هذا المشروع، وأنه فيه يعني لا يتسق مع العمارة الموصلية. أنا أؤكد لأهلي احنا نحترم كافة الآراء أنه المشروع هذا الجامع نفسه والمنارة كله يرجع كما هو، لا يوجد أي تغيير على طراز العمارة، وكل هذا الجانب تم مراعاته تمام. الجانب فقط الذي أضيف للجامع اللي هو من جهة شارع فاروق اللي هي ساحة سيارات، هذه تم يعني تثبيت وجود ثلاثة يعني مباني فيها اللي مدرسة النورية ومعهد العمارة، وهذه المنطقة التصاميم التي قدمت تراعي الجانب الوظيفي، وكان فيها جانب جمالي مخالف لما عهده أهل الموصل من استخدام طابوق في هذا الجانب. بعد أن ذكر ممثل اليونسكو الآن وهو الأستاذ راكان العلاف، وكذلك الذي كان في التحكيم تحكيم المسابقة الأستاذ الدكتور أحمد العمري، أرى أنه هذا التصميم يصالح بعد إعادة النظر بما يلي: أولا إعادة النظر بتصميم المدرسة، أرى أنه تصميم المدرسة بحيث تناغم المدرسة التي كانت في عهد بناء الجامع قبل 849 سنة، وبنفس الوقت إعادة النواحي الفنية الزخارف وما شابه ذلك، أيضا هذه ناحية أخرى. إعادة النظر بالمدخل من الناحية الغربية، لأن هذا المدخل حقيقة صمم كأنه مدخل من عهد المملوكي، لأن المصمم كالفائز هو مصري، وبينما هذا لا يناظر أو لا يماثل المداخل اللاتابكية وموجود عندنا. اليوم كانت محاضرة قيمة ومطلوبة حقيقة للأستاذ راكان العلاف والأستاذ أحمد العمري حول إعمار جامع النوري الكبير، وحقيقة احنا يعني اكو مقترحات كان من السيد الوالد الله يرحمه قبل وفاته بخصوص هذا الجامع، لأن جامع النوري يعتبر أيقونة الموصل، وإعماره يجب أن يكون بشكل متكامل وإعادته يعني وضعه الأصلي، وإن شاء الله راح يكون مركز يوسف ذنون داعم لأي مشروع إعمار لجوامع أو المساجد.